الشباب فهم طاقتها. لكن ماذا عن الكبار وعن دورهم فيها؟ الشيخ يوسف الريمي شيخ سابق الشباب في ساحات الثورة اليمنية. ليس هذا فحسب، بل إنه يؤكد أن ثورته بدأت قبل 20 سنة عندما ثار ضد الفساد وضد الأمية. في هذه النافذة ضمن تغطيتنا أسبوع الكبار نتعرف مع عبد القادر عياض على الثائر اليمني العم يوسف. أهلا بكم، هذه أول مرة أزور فيها اليمن بعد الثورة، ومن يزور اليمن بعد الثورة لابد أن يأتي إلى هنا إلى ساحة التغيير. طبعا لم أتي هنا لأتقابل مع الشباب الذين صنعوا وكانوا وقودا لهذه الثورة، ولكن لألتقي مع واحد من الكبار هو أيضا كان وجه من الوجوه البارزة أيام الثورة هنا في هذه الساحة وفي أماكن أخرى هنا في صنعاء. إنه العم يوسف الريمي، لنتعرف عليه. أعدناه إلى ساحة التغيير لنستعيد معه مواقفه أيام كانت هذه الساحة تعج بأصوات الثائرين ضد نظام حكم الرئيس حينها علي عبد الله صالح. سألناه عن الثورة، عن اليمن الذي يحلم به، عن التعليم الذي حرم منه، وهل يختلف حماس الثورة عند الشباب عنه عند الكبار؟ العم يوسف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشتيك تحكي لنا أنت كيف جاتك الفكرة أنك شاركت في الثورة؟ أما مني أنا شخصياً كإنسان أمي فلي تقريباً 20 سنة، فكنت يعني أخرج وأتكلم عن الفساد وأتكلم عن الظل، وحتى يعني كنت أريد أني أصل إلى علي عبد الله صالح بالأمس، وتكلمت مع مستشارين له، وكنت مستهتر من أمام المستشارين لأني إنسان فقير وأمي ما ليش يعني قبلية، فكنت أتكلم في الأقسام وفي البحوث، ومنهم يقولوا أنا مجنون. لما كنت أعترض هل آذوك؟ أكيد الآن هو الأذى أكثر، ومن أول كانوا يقولوا مجنون وتركوني وناس يخافوا مني، هذا من أول، حتى أني وصلت واستقنت في الجديرين واستقنت في الفرقة نفسها. العم يوسف، إيش اللي خلاك تشارك في الثورة؟ ها هذا صحيح، كما قلت لك اني خرجت من قبل، ولكن عندما شفنا الشباب خرج هم الذي شاركونا، ولكن نحن كآباء نشاركهم ونكون في مقدمة الصفوف لكي يقوموا هم شخصيا بالأمر والمعروف وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الفساد، عن نشجعهم. فعندما يقولوا هذا ابن 60 هذا ابن 70 سنة لماذا خرج؟ إلا في شيء، ما هو خرج من أجل الدنيا علشان الدنيا، لكن الذي أخذ الدنيا وكانوا كما أسميهم أهل البطون الكبيرة الذي يأخذ الأموال ويرصوها ولم يعطوها المساكين ولم يحكموا يعني بحق الله ويأخذ الرشوة وإلى 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 كثير كثير من الفساد بكل صراحة في اليمن. إيش كان طموحك لما خرجت شاركت في الثورة؟ طموحي أنه هو يعني الفساد من اليمن هذا ينتهي، الفساد رؤوس الفساد المفسدين كل الموظفين المفسدين والذي أخذ لهم شهادات يعني كذا يعني بفلوس وكذا ولا يقدروا الذي يتكلم من صح ولا يدفوا، والذي هو كما يقول بلطجي أرحب لهانا. الشيخ الثائر العم يوسف ما زال إلى الآن نشطا كأي شاب من شباب الثورة، يعتصم معهم، يهتف بمطالبهم من أجل إطلاق سراح المعتقلين معتقلي الثورة ومطالب أخرى. أيضا أنا شاهدتك امبارح كنت تحضر الاعتصام اللي كان موجود أمام مقر النائب العام، هل معنى ذلك بأنه الثورة مستمرة بالنسبة لك؟ أكيد، ما دام الذي خلف القطبان كما يقول المتعلمين والمثقفين أنتوا أنا إنسان بدوي اليوم مسجونين وينهم؟ لماذا الرئيس عبد ربه منصور ما يبذل القطب؟ نعم عبد ربه منصور عنده ضغوط مثلا أو هو بيعمل، هذا من ما حس أنا شخصيا كبدوي يعني فيه، وإنما يعمل تدريج قد يحس ضغوط، ولكن الشعب الله قبل كل شيء معنا جميع، الشعب الدول يشجعه يعني لازم إنه يخذ إيش قرارات حاسمة يعني حاسمة الشجعة، هو رايح يموت رايح يموت أنا وهو والكل والكل، فعندما يفعل واحد من أجل الله يكون تاريخه أبيض ويسجل الهدف يقول هذا إنسان طيب، وش يموت هو إنسان إيش شل الفلوس
كما ها انسان ما يامرش بالمعروف ولا ينهى، مش انسان اناني اناني لي انا وعيالي. هذه ما تنجح واحد لا في الدنيا ولا في الاخره، خسر الدنيا. ما يفتا العم يوسف يذكرني بانه امي، وما البث الاحظ انه ثوري في كل شيء. كيف لا وهو الذي حرص على تعليم زوجته التي تصغره سنا حتى بلغت الجامعه. العم يوسف، من بدايه كلامك تتكلم على الاميه، هل انت كنت حريص انك تدرس اهل بيتك؟ هذا اكيد، لانني تزوجت حرمه عمرها 16 سنه، ويا ابوها جزاه الله خير كان يدرسها، لان في ناس حريصين وناس مهملين، وفي اهمال من نفس الدوله نفسها، ما فيش دعم للمعلمين والمؤهلات هذا. فانا بذلت كل الجهد لزوجتي، جيت وهي في التاسع، علمتها الثانويه، خرجت من معاهد اولا كان معاهد، ودرست في الجامعه الاربع سنه قران وعلومه، وبذلت كل الجهد، وكان الطموح رغم انني تزوجتها وانا كبير سن، وقالت هذا هو الامل الذي حصلت عليه، لانه يريد لي الخير. ايش رايك في الشباب اللي كنت معاهم في ساحات التغيير ايام الثوره؟ شباب يعني طيب، خرجوا يأمروا بالمعروف كما قلت لك، وينهوا عن المنكر، ويطلبوا لأنفسهم المصلحة من الدراسة من العلم من الوظائف، لأنهم مكتفين. بس اللي تولوا الشعب اليمني هذا أكيد أنانيين، ما يريدوا الخير لغيرهم. العم يوسف، إيش هو اليمن اللي تتمناه واللي خرج لأجله في المظاهرات ومن زمان وأنت تقول في صوتك وفي رأيك حتى يكون هذا اليمن؟ هذا يكون اليمن كما ذكرت لك يمكن سابقا، أن يكون يمن موحد، يمن الإيمان، يمن الحكمة، الإسلام، المحبة. العم يوسف لم يمنعه ضيق الحال، وهو المعيل لأسرة من 7 أبناء، أكبرهم لم يتجاوز 17 من العمر ولا معيل لها غيره، أن يكون واحدا من الذين صنعوا الثورة في اليمن وما زالوا. نظر للقوة والحماس محمود اللي يتكلم بها العم يوسف، كأنه شاب في العشرين أو في الثلاثين. أثبت لك أن الكبر أبدا مش بالسنوات، وخصوصا اللون الأحمر الجاكيت هذا كان. لا، وزواجه متأخر. لن أعلق على هذا، لنبقى في الزجاج المصري، هو من دجاج